السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي أنا اليازي والنمر الوردي. حلقتنا لهذا اليوم عن إلا رسول الله. سمعتم ما قاله ماكرون الفرنسي، إنما هو كورونا فرنسا بأبي وأمي أنت يا رسول الله. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك يا رسول الله أحب إلينا من كل البشر. إنك يا رسول الله رسول الرحمة مهداة للعالمين. إنك يا رسول الله خير البشر، وأقل شيء هو مقاطعة البضائع الفرنسية. ونشكر كل دولة قامت بالدفاع عن رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم لم يقبل بالإهانة وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وانتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا أن تعملوا لايك شير وسبسكرايب لكي يصلكم كل جديد. وإلى اللقاء يا أصدقائي.